مرحبا بجميع أصدقاء متابعي قناة فلاش 90 دقيقة. في تحليل وتوقعات مباريات يوم الأحد اخترت 7 لقاءات. أول مقابلة الدوري الفرنسي ليك أن الجولة 25، باريس سان جيرمان يستقبل فريق ريمس. ترتيب الناديان: باريس سان جيرمان في الصدارة 55 نقطة، ريمس في الرتبة التاسعة 34 نقطة. آخر لقاء جمع ما بين ناديان تالي صالح باريس سان جيرمان 3-0 خارج الميدان. اللقاءات 5 الأخيرة لكل نادي: ريمس حقق 3 هزائم تعادل وانتصار، اللقاء الأخير الهزيمة داخل الميدان أمام ليل 1-0. باريس سان جيرمان آخر 5 مقابلات 3 انتصارات تعادلين، آخر لقاء انتصار في دوري الأبطال خارج الميدان أمام ريال سوسيداد 2-1. بعد تعادلين متتاليين في الدوري، باريس سان جيرمان أفضل توقع، أرشح فريق باريس للانتصار وتحقيق 3 نقاط داخل الميدان بعد التعادلين المتتاليين في الدوري. المقابلة الثانية الدوري التونسي مرحلة البلاي أوف الجولة الثانية، النجم الساحلي يستقبل فريق ليسبيرونس. ترتيب الناديان: ترجي في الصدارة 6 نقاط، النجم الساحلي في الرتبة الثالثة 4 نقاط. آخر لقاء جمع ما بين ناديان في دوري أبطال إفريقيا انتهى لصالح الترجي 2-0 خارج الميدان. اللقاءات 5 الأخيرة لكل نادي: الترجي حقق 4 انتصارات تعادل، اللقاء الأخير انتصار أمام الملعب التونسي 2-0 داخل الميدان. الـ5 لقاءات الأخيرة الفريق النجم الساحلي حقق تعادل 3 هزائم وانتصار، آخر لقاء التعادل أمام مونستير 0-0 خارج الميدان. فريق الترجي على الورق هو المرشح لتحقيق 3 نقاط خارج الميدان أمام النجم الساحلي. النجم الساحلي يعاني من مشاكل على مستوى التسيير ومنح اللاعبين والمستحقات لا زالت عالقة في لدى إدارة النجم الساحلي. إسبيرونس أمور مادية مضبوطة، لذا أفضل توقع للمقابلة أرشح ترجي الانتصار أو ينتهي اللقاء بالتعادل، هذا هو أفضل توقع للمواجهة. المقابلة الثالثة الدوري السويسري الجولة 27، يونغ بويز يستقبل فريق بازل. ترتيب الناديان: يونغ بويز في الصدارة 51 نقطة، فارق نقطة على صاحب الرتبة الثانية سيرفيت. فريق بازل يحتل الرتبة التاسعة 31 نقطة. آخر لقاء جمع ما بين ناديان انتهى لصالح بازل 0-0 داخل الميدان. 5 لقاءات الأخيرة لكل نادي: بازل حقق 3 هزائم 2 انتصارين، اللقاء الأخير الهزيمة داخل الديار أمام لوزان 2-1. فريق يونغ بويز آخر 5 مقابلات 3 هزائم تعادل وانتصار، اللقاء الأخير الهزيمة أمام زيورخ 0-0 خارج الميدان. أفضل توقع للقاء أرشح يونغ بويز الانتصار وتحقيق 3 نقاط داخل الميدان، هذا هو أفضل توقع للقاء. المقابلة الرابعة قمة الدوري الإنجليزي البريمير ليج الجولة 28، ليفربول يستقبل فريق مانشستر سيتي. ترتيب الناديان: ليفربول الرتبة الثانية 63 نقطة، سيتي في الرتبة الثالثة 62 نقطة، فارق نقطة ما بين الناديان. آخر لقاء جمع الفريقان انتهى بالتعادل الإيجابي 0-0. اللقاءات 5 الأخيرة لكل نادي: مانشستر سيتي آخر 5 لقاءات 5 انتصارات، آخرها أمام كوبنهاجن في دوري الأبطال 3-1. فريق ليفربول آخر 5 مقابلات 5 انتصارات، آخرها في الدوري الأوروبي أمام سبارتا براغ الانتصار خارج الميدان بنتيجة عريضة 5-1. غيابات ناديان: غيابين مؤثرين لفريق ليفربول، أليسون صاحب الهدايا المقدمة لفريق مانشستر سيتي بالأخطاء الفادحة في مقابلات ضد السيتي. أبرز غياب لفريق ليفربول هو اللاعب البرتغالي دييغو جوتا. أما بالنسبة لفريق مانشستر سيتي، اللاعب الغائب والمؤثر هو جاك ليريش اللاعب الخامورغي، بالإضافة إلى احتمالية لغياب اللاعب البلجيكي دوكو. أفضل توقع للمقابلة أرشح أن كلا الفريقان
سيسجلان ولا فريق سيريد الخسارة في هذا اللقاء. المقابلة الخامسة، الدوري الإيطالي سيريا، الجولة 28. اليوفي يستقبل فريق أتلانتا. ترتيب الناديان، اليوفي في الرتبة الثانية 57 نقطة، أتلانتا في الرتبة السادسة 46 نقطة. آخر لقاء جمع الفريقين انتهى بالتعادل السلبي 0 مقابل 0. الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي، أتلانتا حقق تعادلين هزيمتين انتصار. آخر لقاء تعادل في الدوري الأوروبي خارج الميدان أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي هدف مقابل هدف. فريق اليوفي آخر خمس مقابلات 3 هزائم انتصار تعادل. اللقاء الأخير الهزيمة في القمة للجولة الماضية أمام نابولي 2-1 خارج الميدان. أفضل توقع للمقابلة أرشح اليوفي، هذا هو أفضل توقع للمقابلة، أرشح اليوفي للانتصار وتحقيق 3 نقاط أمام أتلانتا. المقابلة السادسة، الدوري المغربي الجولة 23. الفتح الرباطي يستقبل نادي الرجاء. ترتيب الناديان، الفتح في الرتبة الثالثة 38 نقطة، الرجاء في الرتبة الثانية 48 نقطة، فارق 10 نقاط ما بين الفريقين. آخر لقاء جمع الفريقين انتهى لصالح الرجاء الانتصار 2-0 داخل الميدان. الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي، الرجاء حقق 3 انتصارات تعادلين. آخر لقاء الانتصار أمام أولمبيك أسفي داخل الميدان 0-0. فريق الفتح آخر 5 مقابلات 3 انتصارات تعادلين. اللقاء الأخير انتصار أمام شباب المحمدية 0-0 خارج الميدان. أفضل توقع للقاء أرشح فريق الرجاء الانتصار وتحقيق 3 نقاط وتوسيع الفارق أمام الفتح ل 13 نقطة، هذا هو أفضل توقع للمواجهة. بالنسبة للمقابلة السابعة والأخيرة، الدوري البرتغالي الجولة 25، أروكا يستقبل فريق سبورتينغ لشبونة. ترتيب الناديان، أروكا في الرتبة السابعة 34 نقطة، سبورتينغ في الصدارة 59 نقطة. آخر لقاء جمع ما بين الفريقين انتهى لصالح سبورتينغ 2-1 داخل الديار. الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي، سبورتينغ حقق 3 تعادلات انتصارين. اللقاء الأخير تعادل داخل الديار في الدوري الأوروبي أمام أتلانتا بيرغامو الإيطالي 1-1. فريق أروكا آخر 5 مقابلات 4 انتصارات هزيمة. اللقاء الأخير انتصار خارج الميدان أمام شافيز 5-1. أفضل توقع للمقابلة أرشح سبورتينغ الانتصار وتحقيق 3 نقاط، هذا هو أفضل توقع للقاء أروكا وسبورتينغ. هذا الأصدقاء أما توقعاتي وتحليلي لـ7 لقاءات يوم الأحد. في الأخير حظ موفق للجميع.